بعضهم عبر عن معاناته بمناشدة، والبعض الآخر برسالة عتاب لمن يهمه الأمر. لكن طفلاً نازحاً محمولاً على ذراع أبيه صور بؤس الحال في الخيمة بقصيدة شعبية من مخيم الخازر وقريباً من الناس. كانت الفلوجة أيضاً هناك لنقل الصوت والصورة والمعاناة. بداية أستاذ العزيز، المشاكل هي مشاكل مو بس بالمخيم، بعموم البلد. جاينا شتاء، احنا اني حتى قلت لك ما اجامل، شغله المخيم يجوز احسن من المدينه بالنسبه للي ما عنده وارد يومي. اللي ما عنده وارد يومي قاعد بالمخيم مريحه، جاي تجي مواد غذائيه، يجي غاز، يجي جت صوبات. اللي نطمح له اكبر من هذا الشيء، نتمنى نرجع بيوتنا، نقعد ببيوتنا، شايبنا يرتاح، طفلنا يرتاح، شبابنا يرتاح. هاي الشباب كلها بنص المخيم هنا بهذا الشول بهالبرد هذا، المفروض يرجع يعمر البلد مثل ما خربوه. احنا بس نطالب نطلع على قرانا، هاي قرانا هنا. ايش قصر لكم حجي هنا؟ سنه وشهرين. نعم. نريد نطلع على قرانا، قرانا كل شبابيه محرر. احد جاكم من المسؤولين طمنكم؟ ما حجانا. يعني قال لكم يابا راح ارجعكم؟ لا. ابد ما حجي. ما حجانا. شو تقول لهم؟ والله اريد يطلعون على قرانا. قرانا كل شبابيه. يعني متحرر من زمان. يا غريب هالقاطع كله. مشكلة يعني. والله احنا ما نعرف كل شيء، ولا ماي موجود، اكل موجود. الحمد لله الخير كثير. الحمد لله. ما نقول ما نعطونا اكل وهاي لا لا ما. شوفك لابس عسكري. والله اني من الجيش. من الجيش العراقي. الجيش العراقي. نعم اني نخدمهم نخدم كله بس. بارك الله فيك. بس شوية خلي المسؤولين من يقعدون على الكرسي، خلي ما يفكرون بعوائلتهم. هم هذول هم عوائل مالهم، يعني خلي يفكروا بيهم. أكيد. يعني جاء الشتاء ويجي صيف وهم مرتاحين على المناصب وعلى الانتخابات، جاء ما ادري شنو، خلي يفكروا بيها شويه. يعني بس الخط يعني يفكرون شو بس احساس يصير عندهم. اكو عراقي بالعراق نازح، يعني هم هسه احنا لو بغير دوله نازحين بيها مجال نقول، يعني نقول عادي، يعني نازحين مثل بغير دوله، بس بالعراقي وبالعراق نازح والله عيب. ذاب اللي يقول القربة ترات، كذاب اللي يقول القربة دينا، شردنا وتقربنا وتفردنا على جوا الأباتي، صار غدي والنادي لقاكم علينا، جينا على المخيم ممكن وشي صرنا، على شي تراد أن الموت هو الموت متعقل علينا، مدرحنا العالي اللي عالق علينا، ما الطفلين أكبر عمر فكر بازينا.